طب والله العظيم لو قلت مدام داري على اللي انت بتعمليه عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي، بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش دلي، اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجري يا بت، روحي جيبي لي الوزه العوامه الوزه، وهاتي شاهين يلعب معايا. وزه ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي، انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي، هاتي ايدك. على ما عزك تكنيله خيبانه. انت اللي قويه، اطلعي. ها هتحكي لي عن ايه بقى؟ قولي. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ حصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون، عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح، ما يصحش ده. ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا علي انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه. والنعمه الشريفه ده انا لو قعدت حكيت لك، خدي قولي، لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وانا اقول لك كل الحاجات. انا كنت مع عبد الحميد في الشركه، روحت غيرت وجيت، في ورق كتير لازم يتملي. انا عايزه ابني يا مختار. بصي بقى، انا عارف ان انت قويه وشاطره واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مرة بتعدي منها بأقل خسائر. بتهيألك أنا لا قوية ولا حاجة، أنا أضعف بني آدم أنت ممكن تشوفها. اللي أنت فيه ده هيعدي، أنا هساعدك، هنعدي سوا. عسلية. أول مرة تقولي عسلية. خلاص، اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وإنتي، نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. تاني يا مختار، قلت لك مش هينفع، أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حاسة إني خلاص خلصت، ما عنديش حاجة اديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش، بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز أبقى جنبك، عايز كل يوم أصحى ألاقي وشي قدامي بينور لي يومي، وأمشي أقول لكل الناس قد إيه أنا بحبك. صدقيني يا اختي والنعم. يا ستي والله مصدقاكي. الكعبة الشريفة ما عملت حاجة، أنا زي الفل أهو، ما عملتش أي حاجة. هي مية كده ليه؟ زي ما أنت شايفة كده، نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى أجيبها. على أوضتك. عايزة أسألك سؤال بس والنعم. ادخلي على أوضتك يا فتون. أنتوا هتتجوزوا إمتى؟ يوه. طب أنا عايزة أسألك سؤال. اسألي. تعالى بس. البت عسليه دي اتجوزت على راشد ثلاثة وجايبه عيل كمان. انا عارف. عارف يا نهار اسود. تعالي قتل راشد وشوهني عشان شك فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده، مش هيحصل لك. طيب اسكتي. خلينا الحمام. يلا بس انا هخش الحمام لوحدي. خش يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 انا عازف. يلا انا عايزك بقى تقومي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟
هوديكي مشوار وفجأة، ولا أقول لك ما تغيريش، أنا هنقي لك طقم على مزاجي. والله أنت فاضي. نقوم نشوف اللي في الحمام دي. يلا يا حبيبتي اخرجي كده كفاية. أنا بحب المية، سيبيني. عارفة إنك بتحبي المية. كفاية عليكي. يلا يا حبيبتي اخرجي. حاضر. باين عليكي اتجننتي خالص. خلاصي انا اختك الكبيره احترميني. حاضر، انت اختي الكبيره والعاقله واحسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. انت عارفه يا اختي انا ليه وشي بغير كده؟ ليه يا روحي؟ عشان انا عشت بوشي كنت بعمل كل اللي انا عايزاه، لكن انتي عشتي ميت وش. انا احسن منك. ايوه عندك حق، انتي اكبر مني واعقل مني واحسن مني، وانا بميت وش. ايوه تحبيني احسن ليا. انت اختي، انت وحشتيني يا انت كمان وحشتيني يا بولاد. عسلية غني لي ساعات ساعات. عشان ايه رايك من غير ما تهرجي؟ علشان انا اللي باني نفسي. والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه وتركزي في كام ساعه اللي جايين دول، لان هم مهمين جدا بالنسبه لي، واعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبه لي. مهمين ليه؟ مش فاهم. اشمعنى؟ سيبيلي نفسك بس خالص كده وهتفهمي كل حاجه في وقتها.